اهلا وسهلا، اتعرف بحضرتك. زينة صابر من جامعة MSA بايوتكنولوجي سنة أولى. زينة، هو النهارده في تدريب خاص بالانفيترو فيرتلايزيشن، وانت حضرت التدريب. انت شايفه من ناحيه الاورجنايزيشن في التدريب، المعلومات، الشغل العملي، تقدري تدي التدريب ده كام من 10؟ لا هو 10 out of 10 بجد، عشان انا اصلا رحت قبل كده تريننج، بس كان المشكله ان انا حاسه ان انا ما استفدتش 100%، لان كان الاورجنايزيشن بتاعه كان مش أفضل، يعني مش افضل حاجه. تاني حاجه حسيت ان انا اشتغلت براكتس اكتر، شفت لقيت يعني الحاجه متسلسله، يعني حاجه منظمه، غير الاول كنت حاسه لا يعني الحاجه كمان ما حدش بيخلينا نعملها بايدينا قوي. يعني لو في تدريب تاني في توبك مختلف في المستشفى لا البيطري اكيد، للعلاج والتحاليل لا اكيد، المعمليه، انت تحب تحضري التدريب؟ اكيد. النهارده كمان اتبسطت جدا يعني حضرتك، حتى يعني انا خدت خبرات او استفدت بحاجات كتير بره اصلا، حتى الاي في اف يعني حضرتك قلت لنا ازاي نخيط، ازاي نعمل، شفنا الاورجنز، شفنا ازاي اصلا ان يكون واقف دكتور زي حضرتك قصادنا وبيفتح مثلا ازاي مثلا القلب وكده. فدي بالنسبه لي تجربه حلوه قوي، بس انا مبسوطه يعني. دلوقتي يعني في ناس دايما بترشح ان انت تاخد تدريبك بعد ما تخلص الدراسة او تتقدم في الدراسة في السنة الثالثة الرابعة او بعد ما تتخرج. انت شايفة ان انت تتدربي في بداية الدراسة ولا تتدربي في السنوات المتقدمة او بعد التخرج؟ ايه لا الافضل بالنسبة لك؟ بداية الدراسة، لان انا بيكون عندي اصلا فيدباك كويسة جدا، يعني بكون اصلا حتى سابقة اللي في سنة ثالثة او في سنة رابعة. يعني حتى لما انا بقول في البيت وكده ان انا رايحة مثلا اي في اف، او ان انا مثلا رايحة دي ان ايه اناليزيس، اي حاجة من الحاجات دي، لا هم اصلا يعني بيشوفوا ان دي حاجة لا لسه بدري عليها، لان انت كده هيبقى معاكي انفورميشن اعلى بكتير، نولج وكل ده، فلا حاجة انا سابقة يعني انا عندي معلومات طيب، كتير. انت شايفة ان الطالب عموما في مصر في خلال سنين الدراسة، شايفة ان هو بعد ما يتخرج من الممكن ان هو ينافس على وظيفة مع واحد كندي او واحد استرالي او امريكي، سواء جوه مصر او بره مصر، ولا محتاج ان هو يبذل مجهود من نوع معين علشان يقدر ينافس على وظيفة ديت داخل او خارج البلد؟ لا هو لازم كده كده يبذل افورت، لازم نسعى عشان يعني ربنا يجازينا بده، ولازم احنا نبقى نكون مميزين في المجال بتاعنا، عشان هو ده ايه اللي هيخليه يختارنا، او مكان الكندي، او يختار اي جنسية تانية لما انا اكون متقدمة عليه في الحاجات دي. وانا شايفة التريننج ده يعني هو اللي بيتيح لنا الفرصة دي. انا متشكر جدا ليكي واتمنى لك التوفيق والنجاح، وان شاء الله نشوفك في تدريب تاني في ده المستشفى اكيد، البيطري عشان انا للعلاج بجد والتحاليل مبسوطه المعمليه جدا ان بفاطمه انا شفت صلاح. حضرتك. وتاني حاجه حضرتك عملت لنا تسهيلات كتيره جدا وساعدتنا، واكننا بجد بتعاملنا زي اكننا اولادك، فانا سعيده ان انا اتشرفت بالشخصيه احنا لحضرتك اسعد بمقابلتكم ومعرفتكم، نتمنى لكم التوفيق وبنتباهى بيكم بانجازاتكم ان شاء الله بعد ان شاء التخرج. الله. شكرا جدا ليكي. شكرا يا دكتور. شكرا.